الحمد لله رب العالمين. انا بس حبيت ان انا اطمنكم واقول ان احنا قد تكون الاسعار بتاعت السلع مرتفعة، وده امر يعني محل تقدير مننا، والحكومة بتعمل دلوقتي على يعني مجموعة اجراءات تخفف من خلالها من اثار هذه الازمة. يتبقى طبعا الوضع في منطقتنا وفي العالم، وزي ما بقول دايما مصر دايما لها ثوابت في سياستها، بتتسم دايما بان هي تكون عامل استقرار في محيطها كالعادة. ودي مش انا بس اللي كنت حريص ان انا ادير سياستنا الخارجية بالطريقة ديت، لكن اتصور ان احنا كان دايما مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال، وما زلنا على كده، لا نتدخل في شؤون الاخرين، ونبقى عامل ايجابي دايما في ايجاد حلول للازمات المختلفة اللي بتمر بمنطقتنا، وهي كتير زي ما انتم شايفين. دول الجوار عندنا اشقائنا في ليبيا، اشقائنا في السودان، بدون شك الازمات دي ليها تأثير علينا ايضا، لكن احنا بنحاول نكون عامل ايجابي في ايجاد حلول لهذه الازمات. ويمكن انتم كنتم متابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار، وكان الهدف منه ان احنا بالتنسيق مع دول جوار السودان ان احنا نوجد مخرج او حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء، ويعني تعود السودان مرة تانية. يا رب يوفقنا في هذا الأمر خلال فترة قصيرة إن شاء الله. ده تقريبا يعني ملخص الموقف. ودايما بقول اطمئنوا، مش عشان احنا موجودين، لا، عشان انتم موجودين، وقبلنا كلنا في ربنا موجود، واحنا دايما واحنا بنقول ربنا موجود، ربنا مطلع علينا وشاهد على ان احنا في بلدنا رغم الظروف الصعبة ديت حريصين على ان احنا دايما نعمل ونعمل بجد في كل القطاعات وفي كل المجالات.